نور حمرا. نكمل الإفادة للأخت نور مشان تصميمها، اللي هو كلمة اسمك بدها اللمعة، أوكي، ونفس درجة لون كلمة الاسم. كيف بدنا نعملها؟ أوكي، الآن بنروح على الفوتوشوب، ناخذها على الفوتوشوب. طبعا ريزوليوشن الصورة كثير سيء، لكن بنحاول فيه قدر الإمكان. الأداة اللي هي الباتش ناخذها، تمام، ناخذ منها جزء، نمحي، ناخذ منها جزء ونمحي، ناخذ منها جزء ونمحي، على هيك يعني. تمام، الآن بدنا نعمل اللمعة. نجيب البن تول، أوكي، نعمل البن تول زي هيك، هاي هي اللمعة، أوكي، كليك يمين، ميك سيلكشن، أوكي. أنا حاطط هون فيذر راديوس 2، أوكي، تمام، حط لير جديد، لون أبيض، لون أبيض، تمام. نروح على أداة التلوين، وهاي اللون الأبيض، كنترول دي، صار عندنا لمعة. وين بدك اياها حطيها، لمعة فوق لمعة تحت، زي ما بدك او زي ما بدكم. الآن نكتب كلمة نور، كلمة نور، او كابيتال خليها هي، لانه انا شفتهم بكتبوها كابيتال، خلينا على الكابيتال. اوكي، هاي كلمة نور. شيفت الت مشان تاخذها سكيل، طبعا بعد ما تكبس على الزاوية ناخذ شيفت الت وسكيلها، اوكي، انتر. الان كيف ناخذ اللون؟ نكبس حرف الاي، بيطلعنا الاداة، ناخذ اي تدريج لون من هون، هي نفس تقريبا نفس التدريج، نفس التدريج تقريبا، اوكي، نفس التدريج، ناخذ اي لون بدنا اياه من هون، تمام. هاي اخذنا هذا اللون، نعمل له كنترول ونكبس على نفس اللاير في الكتابة في المربع، اوكي، بعطينا سيلكشن. ناخذ لاير جديد، ناخذ اداة اللون، نعطيها لونها، تمام، كنترول دي، وانتهى الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.